كنت عم شوف اذا في سكولرشيبس تقدم عليهم وكفي جامعتي بما انه الجامعات الخاصه بلبنان كثير غاليه واللبنانيه كانوا يخوفونا منها انه صعب كثير وهيك. فالتقيت بحدا دلني على دافي وقدمت عليها، عملت الانترفيو معهم و I got accepted. بلشنا بدافي بسنة 2018-2019. أنا سجلت على المنحة أساساً كان بوقت كتير مأخر، كان باقي تقريباً يومين ثلاثة على الديدلاين، سو ما كنت متوقعة حتى إنه انقبل، وسمعت إنه بياخذوا بس اللي كتير متفوقين، سو كنت كتير نيرفس وهيك وماني متوقعة يقبلوني. انقبلت وكان شيء كتير حلو، كانت فرحة عن جد ما بتنوصف إنه أنا أخذت منحة تابعة لليو إن كمان. كانت مرحلة كتير جديدة، تجربة جديدة، لأنه انتقلنا من حياة الثانوية اللي دائما بيكون في حدا هو بده يعلمنا كيف نمشي وندرس لحياة إنه أنا بدي أعتمد فيها توتالي على حالي. أغلب اللاجئين اللي بيجوا على لبنان، بما إنه وضع لبنان الاقتصادي منه هالقد قوي، ما في دعم كتير للاجئين، خصوصي على الصعيد الدراسي، فمن المنح القليلة اللي بتلاقيهم مخصصة للاجئين هي منحة دافي. فتحت لي باب كتير كبير تكون أنا بنت مستقلة بروح على جامعتي، وحتى اني عم درس طلاب هلا حتى قوي حالي بالتدريس اذا كفيت كيمستري يعني. وبخصوص بريدج بروجرام اللي قدمت لنا اياه كايرون خلال المنحه، كانت تجربه اول مره بتصير مع طلاب دافي، كان التركيز فيها بالمبدا على اللغه الانجليزيه وبعدين على ورك شوب ثانيين مثل تنلاقي تو فايند ا جوب، هاو تو يوز وورد، اكسل. دافي فيك تقولي شالت قدامنا كثير عوائق وحواجز وخلت الطريق هيك دغري سالك هين.